دي رائع الحقيقة. بنتمنى إن شاء الله السنين السنة الجاية تبقى أحسن وأحسن، بس السنة دي الحقيقة في بصمة قوية جدا في التنظيم، أفتكر الناس كلها حساها ومستريحة بيها والشغل كان بهدوء أكتر. أولا الحضور أعلى كتير، ثانيا التنظيم أكتر، الورك شوبس ورا بعضها، الالتزام بالمواعيد كويس، عدد الشركات المشاركة أكبر، عدد الدكاترة موجودين أكتر، ما شاء الله يعني من نجاح لنجاح إن شاء الله. لا هو المؤتمر بصراحة إحنا بننتظره من السنة للسنة، هو مؤتمر رائع، تنظيم فيه كويس جدا. رائع حقيقي، يعني تنظيم جميل جدا جدا. الدكتورة ميتة مال إحنا معتادين منها كده، بس واضح برضو إن الشركة منظمة جميلة.